مولاي أنا حابة يكون عندي صالون تجميل ديالي. شحالتي جميلة وعلى تحوسي على صالون؟ باش نشغل روحي أنينا تشغلي بي أنا. لا لا مولاي هاديك نطلع فيك مولاي، أنا بك أنا حابة نجيب مصروفي نبروفيتي من الدبلوم ديالي. ما تزيديليش، عندك دبلوم تاع الجمال؟ يا عمري رحي معايا غير بالعقل، قلبي ديجا راهو على شحرة. مولاي 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 هاي قطعة الشحرة باش تحوس. مولاي قضية سرية. مولاي أنا نروح ونخليكم باش تهضروا أليز. لا لا ريحي 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 تيه كاع ما ديرونجينيش. سي مولاي ديرونجي شوية. مين داك؟ وشنو؟ بالقضايا السرية ديرونجي. أنا مرتي ما كاين حتى قضية سرية، حنا عايشين بكل شفافية. إما لا يا مولاي القضية تخص الملكة إليزابيث الإنجليز راهي حابة. واش حابة؟ أنت ماشي راكي حابة باش تدير لي الحانوت تاع الكوافير. واش راكي تسنى أنا ودي تدخلي الحانوت؟ روحي تما تلحقي بشوية دوزان ولا سبيغة وعندك دراهم. ما عنديش. روحي قولي له بلي أنت مرت الملك وأنا كي نجي نخلص. روحي روحي بروفيتي روحي. نحالو من إليزابيث. ياك غير خاطرك مولاي. وتما بوتا تهدر لي قدام الدار على الملكه اليزابيث هكذا تشوف فيها يخعبك بلي كنت حاطين لي عليها على بالي مولاي فهمت. اسكت بلع ديجا هضر. واش كاين؟ واش قالت لك ليزا؟ يا مولاي بات لك واحد البريه معمره بالروايح شميتها كاع على لهنا. فكرتني في الصخر اللي كنت نبعث لها الحمامات على ثلاثه تاع الصباح. مش مكتوب فيها؟ ما على باليش مولاي مكتوب سي كونفيدونسيال. وين هذا؟ مكتوبة داخل مولاي. راح تزوج وليدها الصغير ماشي الكبير مولاي. ماشي مولاي كنت طالع طحت في الدروج عيني طحت على الصغير فهمت. راهي عرضتني العشاء تاع الحلال. اكزاكتومون مولاي وراهي حابه تعرف مع من حبيت تجي. ماشي مولاي باش نقول لك طحت زوج خطرات في الدرج. مولاي نجي معاك نموت على ليزانجليز. اصبر دقيقه اصبر. دوماج. او يقول لك بادون. وتهوى هذاك مولاي. ما تخافش دوك نقول شاشه تضرب فيها حطه وتجي معايا. هكذا باش كي تشوفها الملكه اليزابيث تريبها وتعرف واش راه طات. سي مولاي. ولا لا لا. باش نفكرك مولاي انت واليزابيث كنتو مخطوبين ولو كان تسلم عليك قدام مولاتي شهرزاد مولاتي شهرزاد غيوره تروح وتخليك وتدي غير ذنوب كرشك. انا نقول لك مولاي عندك الحق مزيه هادي انا خممت لها. يما لا انا راح في بلاصه مولاتي شهرزاد راك تسحقني يا مولاي نسبيكي لك انجليش وندوق لك الماكله. انت نسحقك هنا في بلاصتي باش تكون عينيا ودنيا. مولاي ولو كان تسقسيني مولاتي شهرزاد عليك واش نقولها؟ ولا فلومي ليزا يا ليزا ليزا يا ليزا وانت بريباري لي الفاليز يا ليزا يا ليزا هاني جاي يا ليزا. مولاي مولاي ملهوف واش راك دير في بلاصه مولاي؟ راني خدام. ومولاي وين راح؟ مولاي راح للفلومي مرحى نابك للدوار يمت صدقه ويجي مولاتي. اي بصح ما قال لي والو. اي مولاي ما يحبش يهضر على الصوالح انسان يخاف ربي يحب يدير الخير في السطره. اي مالا مولاي ماش حيت عشا اليوم في القصر؟ هذه ما على باليش على بالي بحاجه واحده برك قال لي لازم تكون في بلاصتي ولازم تكون تاع عيني ودني وسورتو كرشي. اي واش حبي يقول؟ حبي يقول تروحي طيبي العشاء للسلطان تاعك فرانتيري اللي هو انا. وشنو؟ راح ندير روحي كلي ما سمعت والو خليك. حراس روحوا جيبوا لي معها غراب الطاووس ودوا هذيك الحفافه كوب كاري بيان ديغاجي. خلاص 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 ويما وعلاش واش راك حاب تاكل؟ واش راني حاب ناكل واش راني حاب ناكل واش راني حاب ناكل واش راني حاب ناكل واش راني حاب ناكل. ديسيدي ما ديرينيش لا بريسيون ديسيزيون كيما هذيك ماشي ندو هكذاك وخلاص. حي عليا كان شو ما قدرش يدي سيدي وكان يصدموا علينا يا سيدي. صاي صاي انا دي سيدي قرار ملكي دي سيدي انت واش حبيتي طيب؟ قرار ملكي جاي.
شهر زاد واش راكي كي شوي با اليوم بالفيولي بصح راكي تبني لي زعفانه زعفني هذاك الملهوف السلطان لا لا الدواق ديالو واش جاب دواق ليك السلطان ما على باليش وين راح وخلى الملهوف باغ انتيريم ما تقوليليش راح نطيبوا له نطيبوا له على خاطر هددني بيما كيفاه انت يا السلطانه وهو الدواق وخليتيه يهدك بيماك على بها جيتك اليوم وجيتك محرشه واش راكي مع ولاد ديري شوفي نقول لك واش ندير له نقول لك نديروا له ماكله بنينه ها هو يا شهرزاد قلبك بزاف بيض هلبسي طابليه ويتبعيني نبداو نطيبوا يلا شوفي انا كانت عندي كويس دو دانت فريشيدا كنت موجدتها روحي بصح كي ولات في يماك قلت عزيزه نجبدوها عندنا اون كويس دو دانت عندي شويه د اشيت على لا دانت عندي شويه زبيب شويه لو فيك سيشي بيستاش توم كركما فلفل الكحل الملح شويه معدنوس ونديرو كوم اكومبانيمون اريكو سوتي تري بيان مزيان درتي الدانت ديجا واش به الداندو باش ما يجوناش صمت لا لا ريكو شوفي زيدي له من دقيقه ونحبسوا باش يقعدوا هكذاك شابين شوفي لاصوص تاعنا راهي واجده شهرزاد انا حمرتها لك مليح هديه وليك نتيا يعطيك الصحه حبيبتي يعني من البلاط تاعو درتيه له بالطبع الله يسلمك هيا بقى على خير بقى على خير صح شهرزاد دقيقه باش نسخسك واش نسيتي الماعن ما كاينش دايره في بالك بلك اللي تديهم يعاودوا شي يولوا هاكي فرغتي لي كامل الكوزينه خلاص المره الجايه روحي معايا للقصر هكذا تدي واش تحبي من الماعن هبا يعطيك الصحه بقى على خير سلامه العشاء تاعك مولاي حبسي وراكي خطوه ما تزيدي علاش واش كاين غير الخير لازم تحترمي لي بروتوكول تاع القصر حتى نبرح عليك باش تدخلي
مولاتي الملكة شهرزاد. راح نبداك شادي مادي قال لي راسي خذي هذه ولا بسم الله يا احبس نزيد ربي جابك ربي يا مولاي روح ذوق لي باش ناكل مولاي ذوق مولاي ما تخسرش العزيمه هذه يا مولاي قادر مولاك هكا نذوق اسكت بلع فمك اي ميت بالشعر يا اخي كنت في العرس واش من عرس العرس هذاك داروا لنا غير الحلوف داروا لنا بورك فيونداجي حلوف داروا لنا لاصوب ودنين تاع الحلوف وزادوا جابوا لنا راس الحلوف كومبلي حطوه لنا خزرت فيه فقط في قولة تاعك كنت اكل قاطو تشبع وجهي ما من قاطو داروا فيه الجيلاتين تاع الحلوف مزيهم سيدي ربي هذاك اللي سابي قال غمزي قال لي ما تاكلوش انت هذا بلونجلي وفهمتو حتى مني ولا كيفاش سيد هذا كان عنده وراح حراق الانجليز مسكين كثر خيره كثر شره قال لي كون يا واحد الحلو انت ما تاكل الحرام ايه عاود رجعت مولاي عالسلامة الله يسلمك مولاتي عجبتك الخرجه قلت لها روح للدوار رحت نقطف النوار عباك صدقيني يا توحشتك غير كنت معايا انا ما نحبش النوار تاع الانجليز وما نحبش الانجليز خدعتني يا لا مولاي بالك يا صاحبي ما تحبش الانجليز انت ما تحبش الانجليز يروحوا لي غير الكذابين وانا مانيش كذابه ما تكونش وقت هنا هذه لا مولاي نسيها حط روبرت خليها تعطر حقا قالوا لي درت صداقه في الدوار لا ايه ايه لا ايه واحد الصداقه واش نقول لك اللي يدير صداقه ما يديرش سيلفي أنا ما دخلش وقت سنعود بعد الإشهار هذا وين رجعت من الحيط الزرق تاعك وشفت لي فوتو اللي بارتاجيتهم تاع الفواياج مساكن هذوك لي كوستوم هذاك الشعر الاصفر وش من ماكياج وش من مواكل لا يعطيك الصحة درت لهم عرس الله يجعلها صدقة مقبولة لا كثر خير ربي أنا ما درت غير الواجب ما درت والو لا درت والو باسكو ما كنتش في الدوار كنت في الإنجليز معرس وش من الإنجليز أنا ما نعرف حتى واحد في الإنجليز وش فيك على بها كومونتات لك لاغين إليزابيث ليزا بور لي زانتيم وكتبت لك في الكومونتير ثانك يو بور لا فيزيت واش من لا فيزيت كاش ما بقى لها هذه بالك زرتها فافا في المنام إلا كاين حاجة نكرهها أكثر من قطع ريسان هي قطع ريسان والكذاب واش عشا وكاح ما نزيدش نولي إطلاقا خلاص ما نزيدش نولي قاعدك مين بابا العشاء ولو تعبني غير تبعها مولا والله راحت هي وزيدوا راح العشاء عينو دايا الفتاة كيف يدير نقطعها كنت